قد يصح على يصح أن يقال في سورة مريم هي سورة المحراب. المحراب حاضر، إذا أردت الخير فعليك بالمحراب. أنا سمعت لطيفة جميلة من أحد الإخوة يقول أني رزقت بولد، والولد هذا ما شاء الله إذا بغى شيء يقول يفتح ثمه ما شاء الله ويلا، صغير طفل يعني، يقول 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 صوت يزعج البيت كله، يقول يقول من يقول من كبر ثمه يطلع نصف وجهه ثم، يقول يفتح هذا يصرح دلال يصرح دلال كلنا على مرك ما شاء الله. يقول سبحان الله ليه صاح، يقول ما عاد ليه تحتاج منبه، ليه تقوم بسبب ذا قيام الليل ولا ابد، الصيحه حاصل حاصل ما شاء الله. وثم اللي صاح حط يقول وره ولمنا لك كل شيء وش يبغى، يقول طبعا ما ندري وشو له يصيح لكنه يرفع الصوت ونجيه نطربك ما شاء الله تبارك الله. يقول تفكر قلت يا وناظر نفسي قلت الحين انا احنا الوليد ذا اللي صاح جينا نطربق له انا ورا ما اسوي مثله، هذا اللي الى صاحب يا الله يقول وهذا اللي ابشرك درس لي بغيت شيء رفعت الصوت يا رب يا رب يدعون عليه يقولون فتح علي ذي الخيرات ما شاء الله. يقول اعطاني ولادي درس سبحان الله، ولادي يقول اعطاني درس احنا يقول هو احلي صاحت جينا طبينا على هنا قلت انا طرب وانا ما اسوي مثل هذا، هذا اللي بعد مثله ارفع صوت يا الله يا الله يا الله يا الله. يقول ابشركم فتح الله علي فتحا عظيما. وهذه من الملاحظ اللي ينبغي ان نتنبه لها، نلتجئ إلى الله، ارفعوا أصواتكم إلى الله، ابكوا بين يديه. إذا سجد الإنسان لا يردك شيء، لا ينتد، لا تستكثر شيء على الله. الله كريم، أسأل الله أن يجعلنا وياكم مفاتيح خير وغارق شر. صلى الله على نبينا محمد.